وصلنا للفقرة اللي كل الستات بيحبوا يقعدوا ويتفرجوا عليها ويتابعوا دايما ايه الجديد فيها. النهاردة هنتكلم عن البشرة بشكل مختلف، وهنتكلم عن نوع كل بشرة وايه المشاكل اللي بتقابل البشرة، وحاجات كتير قوي هنعرفها. وضيفتنا النهاردة دكتورة هبة عادل، اخصائي الجلدية والتجميل والليزر بمركز نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام قوي قوي. طيب خلينا نبدأ الاول كده من المشوار من اوله، عايزين نعرف هل في انواع للبشرة وهي ايه الانواع دي؟ قبل ما نتكلم عن انواع البشره لازم اقول للمشاهدين حاجه مهمه قوي، ان الجلد ده اكبر عضو في الجسم. يعني الجلد ده هو اكبر عضو في الجسم، فلازم اهتم بيه اهتمام كامل. من ضمن الجلد هو البشره. البشره دي عباره عن 5 انواع. النوع الاولاني بشره عاديه جدا، نورمال سكين. النوع الثاني بشره دراي، بشره جافه. النوع الثالث بشره اويلي، بشره دهنيه. النوع الرابع بشرة حساسة سنسيتيف. النوع الخامس بشرة مختلطة. فدي أنواع البشرة الموجودة. زي حضرتك ممكن تشرحي لنا على صورة كده يا دكتور؟ بالنسبة لأنواع البشرة، أنواع البشرة في بشرة مختلطة. دي لا، دي مش صورة البشرة، دي صورة للبوتوكس هتتحط في أي أماكن. دي صورة لحقن البوتوكس. الصوره دي لانواع البشره. تلاقي عندك البشره دي، البشره في انواع منها بشره مختلطه وبشره جافه وبشره مختلطه. يا دكتور يعني مثلا ممكن تبقى فوق الحته دي دهنيه لكن اللي حوالين المناخير. الصوره دي يا فندم بتقول ان في دهون لما الواحد بيخس قوي، بالذات في مع تقدم السن. الصوره دي بتوضح ان في ساجنج، حصل ساجنج، لوس اوف فات، الفات وقعت. الصوره دي مش خاصه بالبشره قوي. ممكن بس نغير الصور. الصوره دي مش خاصه، دي خاصه باللوسوفات. لوسوفات الفاتس لما بتقع بيحصل. دي صوره حاله عملنا لها في المركز، حاله عملنا لها فيلر. عملنا فيلر للنيزوليبيال فولد، للجزء دوت والشفايف. حتى تلاحظوا بصي حصل، بدا يبقى فيه فوليوم. الفيلر دي عباره عن هايلوريك اسيد، بحقنه تحت الجلد. اول ما بحقنه بيبتدي يعمل لي فوليوم شويه. حضرتك واضح اهوت ان النيزوليبيا الفولد الخط دوت مش ظاهر. عندك الشفايف نفس القصه، بدات تملى شويه فبدات تدي شكل جميل. ده قبل وبعد. ده قبل وبعد. الحاله دي قبل وبعد، والحاله اللي فاتت ده كان ساجنج لوسوفات. ما كانش ليها علاقه بالبشره. دي صوره الشفايف بعد ما دي حقن شفايف فيلر. دي حقن شفايف الفيلر، بنبتدي نحقن الفيلر في الشفايف، بيبتدي بنعمل لها كونتورنج والشيب ده. ده بيعمل فوليوم بسيط، بس اهم حاجه نحسس العيان ان احنا ناتشرال، يعني ناتشرال لوك. ما نحاولش نعمل حاجه اوفر عشان يظهر بشكل جميل. طب والصوره دي يا دكتور؟ الصوره دي يا فندم لحاله بوست اكني سكارز. بعد ما بيحصل اكني، المشكله أكني المشكله اكني اللي هي حبوب يعني الشباب. اكني حبوب الشباب. بعد ما بيحصل حبوب شباب، لو ما اتعالجتش فتره بتسيب لي حاجه اسمها اكني سكارز. يا اما بتسيب اكني سكارز، يعني اللي هي التجاويف اللي حضرتك شايفاها دي، او الخروم اللي في الوش دوت. دي بسبب انها ما اتعالجتش كويس. فدي بنعمل لها جلسات في السنتر عندنا، نعمل لها جلسات ليزر ولو احتاجت توبيكال تريتمنت او سيستميك تريتمنت، يعني علاج بالبق او علاج بالكريمات، مفيش اي مشكله خالص. طب انا هسال حضرتك، ايه اكتر الانواع بتاعه البشره عرضه للمشاكل دي؟ اكتر الانواع عرضه للمشاكل، اول حاجه البشره الدهنيه. البشره الدهنيه دي بشره عليها دهون، بشره فيها زيوت جامده قوي. فالبشره دي لو ما حافظناش عليها صح، هيبتدي جسم والوش يبقى مليان حبوب وبثور سوداء، فلازم نحافظ عليها كويس. البشره الجافه فيها مشاكل كتير قوي، ان البشره دي التجاعيد بتظهر فيها بدري قوي بسبب جفاف الجلد. الجفاف الجلد ده عشان كده لازم انا لما اشوف عيان قدامي عنده مشكله في ان بشرته اويلي، اقول له لا، تيك كير تيك كير. في حاجات كتير لازم نعملها، استعمل غسول كويس قوي قوي للبشر ليشيل الاويل اللي على البشره دي، الدهون دي. يعني البشره بتلمع كده شويه، فتبقى دي اسمها بشره دهنيه. بالظبط. بنعمل كده وفي نفس التوقيت ما تجففش البشره. يعني في احنا بنستعمل دلوقتي حاجات تنشف الدهون، بس ما تخليش البشره تجف. انا مش التارجت بتاعي ان انا احافظ على البالانس بتاع البشره، على توازن البشره وشكل البشره. فدي البشره الجافه بيظهر فيها تجاعيد فظيعه. هي دي بتظهر حتى ملهاش سن معين، هي ممكن تظهر بدري جدا بسبب جفاف الجلد. طيب ايه اللي بيخلي بشرتنا مهما كان نوعها ومهما كانت مشاكلها تفقد نضارتها وجمالها؟
يعني ايه العوامل اللي بتخلي البشره سواء اي نوع من انواع البشره انها تبقى مش بشره نضره يعني؟ طب احنا لو اتكلمنا دلوقتي على ايه المكونات اللي ممكن تخلي البشره تفقد نضارتها، حاجات كتير قوي. انا دلوقتي ك ك ك ك كشخص عادي ما بشربش ميه كتير جدا، دايما بشرتي جافه ومجهده، ما بخرج الشارع من غير ما احط صن بلوك. لازم دلوقتي نحط تريند، لازم نحط صن بلوك قبل ما نخرج، ده يحمينا ويحمي البشره من حاجات كتير قوي، من اجهاد الشمس والحرق. ملهاش دعوه بالسن يعني، صن بلوك ده ملوش دعوه باي حاجه. انا اول ما بتخشي لي اي عيانه السنتر، عايزه دلوقتي يا دكتوره انا محتاجه حاجه في شعري، اقول لها انت بتستعملي واقي شمس؟ يعني ملوش دعوه بالقصه خالص. لازم دلوقتي اي عيان يخش لدكتور جلديه وتجميل لازم واقي شمس في الروجيتا وهو خارج. لازم، انت بتحمي 100%. اصل بيبقى فيه بقى 25% 50%. لا لا لا، الجديد دلوقتي مور ذان 50% انف. مفيش مشكله فيه، بس ان انا بعمل ايه؟ بعمل كوت. لو انا تعرضت للشمس كل ساعتين اعمل كوت تاني، كل ساعتين اغير الطبقه تاني. هي دي الفكره دلوقتي، خدتي بال حضرتك؟ شرط يبقى 100% الاس بي اف بتاعته، لا خالص. ده بيعمل ايه بقى يا دكتور؟ بيحمي من اشعه الشمس الضاره. في اشعه شمس ضاره وفي اشعه، مشكله الاشعه الشمس الضاره دي بتبقى من الساعه كام للساعه كام؟ يعني من الساعه 10 الصبح للساعه 4. فهي دي الاشعه الضاره جدا للبشره. والاشعه دي بتفرق من بشره للتانيه؟ يعني لو حد بشرته دهنيه بتفرق عن طبعا لو حد بشرته جافه؟ كنت لسه هكلم حضرتك على القصه دي. لما كنت بتكلم على ان ازاي نحمي كل بشره ومشاكلها، صن بلوك بتاع كل بشره بيختلف. يعني انت دلوقتي البشره الدهنيه بنستعمل لها صن بلوك معين او واقي شمس اويل فري، ما يبقاش فيه اويل، ما يبقى الميه بتاعته اكتر من ان هو ما فيهوش اويل، عشان ما يعملش زيوت ودهون على البشره. البشره الجافه لا، انا محتاجه اظبطها بحاجه فيها اويل، فيها زيت شويه على اساس تمتص وتبقى وتدي نضاره معايا. خدتي بال حضرتك؟ هي دي كانواع البشره. فانا لازم عشان احافظ على جمال بشرتي اشرب ميه كتير، اعوض النيوترنت، استعمل فيتامين اي في البشره. فيتامين اي بيفرق قوي في البشره، بيساعد على نضاره البشره وتحسين وظائف البشره. يعني احدث طرق لعلاج حب الشباب زي ما حضرتك شفنا في الاول الصوره وعملت علامات ومطرح الحفر وبتغير اللون. اهم حاجه عشان نعالج حب الشباب صح، لازم العيان يجي بدري. لازم وانس طلع، يعني مجرد ما يطلع حبوب شباب لازم العيان يجي بدري. فكرة كلها هي بتطلع في سن كام كده يا دكتور تقريبا؟ حضرتك شايفه هي الصوره حضرتك قدامك، ده كان بوست بيفور اند افتر. دلوقتي كان فيه شويه هايبر بيجمنتيشن وشويه اكين سكارز، دي كلها راحت بعد الجلسات. اللي بيحصل لا، سن حب الشباب بيطلع في التين ايج، في فتره المراهقه. خدتي بال حضرتك بيحصل ايه؟ بيحصل يا اما حب الشباب لو ما اتعالجش يعمل لي هايبر بيجمنتيشن، بقع سودا في المكان زي ما موجود في الصوره، يا اما يعمل سكارز يعني حفر. ايوه، انا لو عالجت حب الشباب بدري ما بيحصلش الكومبليكيشن دي ككومبليكيشن كنتيجه لان انا ما اتعالجش كويس. ببتدي اعمل له جلسات فراكشنال سي او تو ليزر، بعمل جلسه كل شهر بتجيب نتيجه هايله جدا، بتشيل بقى كل طبعا وبيرجع السيرفس بتاع السكين، الملمس بتاع السكين طبيعي تاني. في برضو حاجه اسمها ديرما رولر، ده جهاز بنستخدمه بيعلي شويه معايا الحفره دي، فبتدي شكل احلى بكتير. اوكي، انا تقريبا حصل لي حاجه في زوري. زورك حصل له حاجه؟ طب كمل انا. طب لو اتكلمنا بقى عن البشره الجافه، احنا كده اتكلمنا عن البشره الدهنيه، لو اتكلمنا عن البشره الجافه، البشره الجافه دي انواع الصن بلوك او الواقي الشمسي اللي احنا بنستعمله بيكون في ماده دهنيه معينه بحيث انها تغذي البشره؟ طبعا وتدي لي كوت على البشره بشكل معين، تبتدي البشره ما تحسيش بجفافها. ما هو انا مش هينفع ان انا احط حاجات معينه، يعني يبقى كريمي شويه على اساس يقدر يمتص من البشره. البشره دي مهمه قوي ان انا ابتدي اديها مرطبات، مهمه قوي قوي قوي. حضرتك كنت لسه بتقول يا دكتور ان بيبان عليها علامات السن المبكر. بالظبط، التجاعيد بتظهر قوي في البشره الجافه ديت. دي الصوره دي بقى الصوره بتاعت التجاعيد، حضرتك شايفه في الجزء ده اسمه الجلابيلا، الجزء ده مليان تجاعيد زي ما حضرتك شايفه ال 111 ده. اللي هو اللي فوق ده عند بين الحواجب حضرتك شايفه 111 اهيت. ايوه ثلاث خطوط، دي بسبب انها
كل شويه هي بتكشر قوي بتكشر قوي، فمع بشره يا اما مع عوامل سن يا اما مع بشره جافه او سن صغير بيحصل كتير قوي. بتبقى العضله في المنطقه دي قويه جدا فبتعمل المنظر دوت. بنبتدي نحقن فيها بوتوكس. البوتوكس حضرتك عارفه البوتوكس ده عباره عن بوتولينيوم توكسنز. التوكسنز دي باجي احقنها في مكان العضله بالظبط بتعمل لي ارتخاء للعضله. لما بترتخي العضله بترجع تاني زي ما كانت في الاول خالص زي البشره العاديه، ما فيهاش اي تجاعيد ولا اي كسر ولا اي حاجه. حضرتك شايفه بيفور وافتر. طيب يا دكتور احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل ونشوف البوتوكس وامتى مراحل السن اللي نقدر نحقن فيها بوتوكس ولا ما نشوفش. اوكي مش مشكله هنكمل مع حضرتك. ورجعنا تاني وكنا بنتكلم على البشره الجافه وكنا بنقول ان بتظهر فيها التجاعيد من بدري، فدكتور حضرتك ممكن تقول لنا ازاي او عند انهي عمر ممكن نبتدي نتوجه ان احنا نحقن البوتوكس في التجاعيد دي؟ هل في سن معين ولا ممكن من العشرينات مجرد ما ظهر الخط احنا نروح ونتوجه ونحقن البوتوكس؟ ما فيهوش جميل مشكله. جميل قوي السؤال ده، جميل قوي. مجرد ما يظهر خط لازم نتوجه للدكتور، لازم. لازم. ليه بقى؟ احنا بنعالجه بدري، بنعالجه بدري قبل ما يبقى الخطوط دي انواع، التجاعيد انواع. في حاجه اسمها ستاتيك يعني تجاعيد ثابته، وفي حاجه اسمها دايناميك، تجاعيد بتروح وبتيجي مع الامبريشن او مع الكلام. فهي الفكره كلها او مع تحريك العضله. فالفكره انا بلحقها قبل ما تبقى ثابته، هتعمل لي خط معين عملت بوتوكس عليه هيبقى برضو ستيل لسه في خط. فانا حابه ان احنا نلحقها بدري، ملهاش سن معين خالص. ممكن تبقى بنوته عندها 20 سنه وعندها تجاعيد. هي الفكره كلها قوه عضله وحاجه وراثيه. طب الفيديو اللي معانا ده بيتهيالي بيشرح احنا ازاي بنعمل العمل على البوتوكس. الفيديو اللي معانا بيورينا اهوت البوتوكس دي سترنجه، دي البوتولينيوم توكسنز اللي بنستعملها في حاله التجاعيد. هنبتدي نحقن للعيانه دي الجزء بتاع الفور هيد، الجزء بتاع الجبهه. فهنبص عليها. حضرتك شايفه دلوقتي المنطقه اللي في النص دي، دي حاجه دي اللي هي الجلابيلا دي او ال 111 عشان الناس تبقى عارفه. اوكي 111 بنبتدي نحقن فيها البوتولينيوم توكسنز. حضرتك هتشوفي هو اول ما بصي حضرتك العضله عامله ازاي، قويه ازاي. بنبتدي نخش بقى بالسرنجه نحقن فيها. الموضوع سهل جدا، مفيهوش اي بين خالص، مفيهوش اي الم خالص خالص. بنبتدي نحط الدوز معينه، هنحط الجرعه على حسب قوه العضله. يعني مش شرط كل واحد بيستعمل جرعه زي التاني، هي الفكره كلها قوه العضله بتاعته ايه. هنبتدي نحط فيها الجرعه. بتخش تعمل ايه بقى؟ بص حضرتك بصي المنظر، بتخش تعمل بلوك للنيرف. النيرف العصب بيطلع مواد معينه، فهي بتقفل السايكل دي فتخلي العضله ايه ترتخي. بس كده، هي دي فكرتها. ده بيشرح لك فكرتها. القسطاي الكوليم طالع اهوت، فبتعمل بلوك للقصه ديت، فيبتدي يحصل ايه؟ يحصل العضله ترتخي. حضرتك بصي انا وانسى هيتحقن، باينه خالص، وانسى هيتحقن التوكسنز. هيبتدي يخترق زي ما حضرتك شايفه، يقفل القصه خالص، يبتدي يعمل ريلاكسيشن للعضله خالص، تبتدي يحصل ارتخاء. طيب هل التجاعيد دي يا دكتور بيتم علاجها كل واحد حسب حالته؟ يعني في نوع تجاعيد محتاج علاج معين غير نوع تجاعيد تاني محتاج، يعني هل في حد محتاج بوتوكس، هل حد محتاج فيلر، هل حد محتاج حاجه تانيه؟ ولا هي التجاعيد كلها بتتعالج بالبوتوكس لا مثلا؟ لا خالص، لا لا خالص. التجاعيد دي ليها علاجات كتير قوي. التجاعيد في تجاعيد محتاجه بوتوكس، الجزء اللي فوق خالص ده في اماكن هتحتاج بوتوكس. احنا معانا على ما اعتقد فيديو هيتكلم على الاماكن ديت لما يجي هنجيب السيره. بص في اماكن بتحتاج البوتوكس وفي اماكن بتحتاج فيلر. عايزين احنا الفيلر دي، ما انا عندي التجاعيد صورتها ايه؟ صورتها يعني حاجات خطوط ماشيه في الجسم وفي البشره، ولا عباره عن فاتس يعني دهون واقعه من وشي؟ ما لو دهون وقعت من وشي هبتدي اصلح الدهون دي عن طريق احقنها تاني الفيلر او عن طريق الخيوط. بنستخدم الفيلر ده حضرتك احنا شفنا صور بيفور وافتر اهوت. حضرتك شفتي حصل بالظبط كده، ده اللي حصل. ان شوفي العضله فردت خالص ازاي بين الحواجب.
العضله بقت مسطحه خالص، ما بقاش في اي مشاكل خالص ولا اي تجاعيد ولا اي حاجه خالص، حتى اداها اشراقه جميله وملهاش اي اثار جانبيه خالص خالص، ولا اي حاجه خالص، ولا اي الم ولا اي حاجه خالص، هي حاجه كده بترستور الشباب تاني. وعلى قد التكشيره دي ده اللي بيحدد حجم او كميه البوتوكس اللي انا هستعملها. بالظبط كده بالظبط. طب لو احنا اتكلمنا عن الشعر، هل الشعر برضو بيتعرض لنفس المشاكل اللي بيتعرض ليها البشرة؟ يعني الشعر برضو حسب السن بيعدي بمراحل، ولا دي بتبقى انت اتولدتي ازاي ده نوع شعرك؟ بصي طبعا الشعر بيعدي بمراحل كتير قوي، والشعر كمان بيعدي بعنايه وعدم عنايه. انا حتى اتولدت بشعر حاجه وراثيه شكل معين، بس اهتم بيه، في طرق اهتمام بيه كتير قوي. انت دلوقتي لو واحده شعرها عنده هايش بس ليه حل، طب لو واحده شعرها بيقع عنده مشاكل في بوقوع مستمر، نشوف ندور على اسبابه، بنبتدي احنا نعمل كورسات. زي الصوره دي حضرتك كنت بتتكلمي عليها. الصوره دي على الشعر الهايش، الشعر الهيشان الشعر، حضرتك شايفه الهيشان الشعر عامل ازاي، بنبتدي نعمل لها حاجه اسمها بروتك. بروتكس. بروتكس. البروتكس ده يا فندم عباره عن بوتكس وبروتين، بنعمله بشكل معين. شايفه منظر الصوره اختلف تماما. هل البروتكس ده حضرتك بيبقى بتجيبي كميه بروتين على كميه بوتكس وتحطيهم على بعض، ولا هي الماده بتنزل لوحدها؟ هي الماده بتنزل كده لوحدها، وبنبتدي نشتغلها، وحضرتك شايفه النتيجه بتبقى هايله قوي قوي. طيب بالنسبه للشعر الهايش والمشاكل الكتير اللي بتبقى موجوده في الشعر، في كمان شعر بيبقى جاف جدا، يعني بيبقى مطفي وما بيلمعش وما فيهوش نضاره، هل برضو في طرق لعلاج الشعر ده غير البروتكس والكولاجين والبروتين والحاجات دي ولا؟ لا طبعا في. الفكره كلها، الفكره كلها ليه الشعر ما بيلمعش؟ ليه؟ عشان هو مش واصل له الاكسجين الكافي ليه. انا دلوقتي شعري، البنات المحجبات شعرهم مكتوم وطرحه وكذا طرحه فوق بعض، انا مش بنصح بالكلام ده خالص. الـ 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 الفكره كلها انا كاتمه شعري، مفيش اكسجين واصل للشعرايه. لو حد عنده مشاكل مثلا اشرف شعره او اي مشاكل تانية، ما هي كاتمه الشعر مش مخليه في اكسجين رايح جاي للشعر، مش بشربش ميه كتير، مش مهتميه بالمعادن، عندي نقص فيتامينز. نقص فيتامينز دي مشكله كبيره قوي بتقرق كل الناس. عندي مشكله بقى وراثيه، عندي حاجه فيسيولوجيكال، ممكن يكون حاجه فيسيولوجيه في الجسم. واحده لسه والده، طب ما اكيد بالطبع شعرها يقع، ما انا محتاجه اعمل لها سبلمنتيشن بقى بتريتمنت معين، هتبتدي ترجع تاني. انا كل ده زائد ان انا ببتدي اعمل كورس جلسات في المركز عندنا في مركز نبط، نبتدي نعمل كورس شعر. كورس الشعر ده هايل، بيوقف سقوط الشعر من اول جلسه. هو انا امتى اقول ان التساقط ده تساقط طبيعي او تساقط مش طبيعي؟ لا ده انا لازم اروح اتوجه للطبيب واشوف فين المشكله. التساقط طبيعي او مش طبيعي؟ جميل. التساقط الطبيعي لغايه 100 شعرايه في اليوم، اوكي. ما احنا مش هنقعد نعد. ما هي لا، العيان بيبقى عارف، واخد باله جدا، هو حاسس ان دي ده اب نورمال، دي حاجه غريبه بالنسبه له. انا بسرح كل يوم، حتى لو انا بينزل مني 3 4 شعرايات بس، بعد كده لا لقيت كميه. هو العيان هو اللي هيقدر يقيم نفسه، او المريض هيقدر يقول لك لا انا شعري، انا حاسس ان شعري بيقع، حاسس ان شعري على السرير، حاسس ان شعري على المخده، لا وانا باخد شاور، لا شعري في التويلت. لازم ناخد بالنا من الحتت ديت. هيبتدي يتوجه لطريق، بس بليز بليز حالات الشعر بالذات ما تتاخرش، ما تتاخرش في العلاج. طيب خلينا نتكلم عن الوقايه ان جنرال لكل انواع البشره، يعني تيبس كده نقولها لكل الستات لجميع انواع البشره، ازاي طريقه يبقى في وقايه لبشرتك تبقى طبيعيه وحلوه من غير اي مشاكل ومن غير اي تدخلات جراحيه. جميل قوي. البشره عشان نهتم بيها اشربي ميه كتير قوي، اشربي ميه كتير بغزاره. طبعا مش هقول نامي كويس، الحاجات كل اي حاجه بتاثر على نضاره البشره هنبعد عنها، سموكينج، الكحول، كل الحاجات دي، الكحوليات، التدخين، كل الحاجات دي هنبعد عنها. طيب اهتم ببشرتي ازاي؟ اهتم ببشرتي انا لو نورمال سكين، حتى لو بشرتي بشره عاديه جدا، انا محتاجه اخد مرطبات، لازم احط مرطبات قبل ما انام، لازم استعمل مرطبات حتى لو بشرتي عاديه. انا لازم احط فيتامين اي،
لازم صن بلوك واقي الشمس. اللي انا الفيتامين اي ده بيبقى موجود في كريمز ولا في كريمز سيرمز اي نوع من انواع يكون فيها فيتامين اي. فيتامين اي انت محتاجه تعملي نضاره، محتاجه تعملي بقى تجديد في بشرتك ونضاره، تبتدي تلجئي بقى للسنتر عندنا، هنبتدي نعمل لك تقشير، نعمل لك جلسه فراكشنال بلازما. بلازما جميله قوي 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 في حالات النضاره بتدي وهي جلسات بسيطه قوي قوي بتدي جمال ونضاره وتحسي ان البشره كده فيها اشراقه غير طبيعيه. ميرسي يا دكتور وشرفتينا دكتوره هبه عادل. وهنروح دلوقتي نشوف تقرير من مركز جرين مع دكتوره رندا الشافعي اخصائيه الجلديه والليزر، وهتكلمنا النهارده وتقول لنا على حلول للشعر وازاي نهتم بشعرنا ونحاول ان احنا نحافظ عليه في ظل التغيرات بتاعه الجو اللي بتقابلنا سواء في الشتاء او في الصيف. ونشوفكم بكره في اللمه الحلوه. ميرسي يا فندم. مساء الخير. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي تاج راسنا زي ما بنقول او شعرنا. عايزة افسر لكم كده حاجة بسيطة قوي ان احنا اللي بنعمل في شعرنا. يعني احنا بنعمل ايه؟ مبدئيا احنا كبنات او كستات احنا بنصبغ شعرنا كتير قوي، بنعمل بيبليس والسشوار، بنتجه لحاجات زي الفرد والحاجات دي كلها بتأثر على شعرنا، وبعد كده نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. طب احنا عايزين نتجنب الكلام ده، وهعرفكم النهارده في حلقتي احنا هنعمل ايه في شعرنا. سي مثلا لو انا بعاني من تجاعيد في الشعر او بقابل مشكله مع اولادي ان هم عندهم تجاعيد كتير وده بيعمل لي مشكله وهيحني على دخول المدارس بتاعتنا، طب ده انا هعمل هنا ايه؟ هعمل حاجه اسمها بروتوكس. طب ايه هو البروتوكس ده؟ البروتوكس ده عباره عن بروتين وبوتوكس. طب البروتين ده بيعمل ايه؟ البروتين ده بيغذي الشعرايه من بره ويبدا ان هي يغلفها لي او يعمل عليها غلاف. اما البوتوكس فهو زي ما بيرخي العضلات هو بيرخي الشعرايه التعبانه او المرهقه او المجعده. امن جدا على الاطفال، طول ما انا الماده بتقدر ان هي تتحط على فروه الراس فانا تاكدي ان مفيش حاجه اسمها فرد في الموضوع كله. ده علاج وده دايما بستخدمه لما بلاقي الشعر مرهق جدا وعندي تساقط شديد جدا. قبل ما بشتغل معاها في موضوع الحق بضطر ان انا اعمل حاجه وهو البروتوكس. طيب ده اول مشكله عندي. المشكله الثانيه عندنا بتكون مشاكل بتبقى مرضيه. زي ايه؟ زي حاجات كتير قوي، منها الصلع الوراثي، ودي اكتر الناس والشباب اكتر الناس بيعانوا منها. هنا هنعمل ايه بالظبط؟ لو هنتكلم عن الصلع الوراثي يبقى احنا عندنا حاجتين. ايه هما؟ ستات ورجال، عشان ما تجيش حد يقول لي لا الستات ما بيجيلهاش صلع وراثي. بالعكس جدا، انا لازم يكون عندي صلع وراثي، يعني حتى لو من الجد السابع ده هيأثر معايا او هيظهر على حد من الاحفاد. هنا هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها الايسل. وببساطه كده هفهمكم الايسل دي عباره عن ايه. الايسل هي اربع حاجات مع بعض: جروس فاكتور، اي ماتريكس، ستام سيل، وبروتين. هفهمكم كل واحد بيعمل فيه ايه. البروتين مبدئيا هو بيتخن الشعرايه نفسها، يعني عشان كده بنقول ان الشعرايه الضعيفه بتتحول لشعر خيلي من بعد مرحله الحقن بالتدريج. عندي الستيم سيل عشان تنبت لي البصيلات اللي موجوده، والجروس فاكتور عشان تحفز لي الموضوع ده يكون اسرع من كده، غير ان هي بتعمل البلوك للصلع الوراثي اللي عندي. يعني مش هيرجع يتكرر معايا الموضوع تاني يا دكتور؟ مش هيرجع يتكرر معايا تاني طول ما انا ماشي تمام. يعني ايه ماشي تمام؟ يعني احنا في 3 شهور لست شهور دي دوره الشعر بتاعتنا، انت بتفضل متابع معايا لمده 6 شهور كاملين، كل شهر بتجيلي، بس الايسل بتتحقن في اول شهر ورابع شهر بس. طيب اول شهر بناخد ايسل، بعد كده الشهر اللي بعده بتيجي بصور الحاله وبنشوف تجدد في الحاله وبنشوف تحسن، وانت كمان بتبقى ملاحظ او انت كمان بتكوني ملاحظه الموضوع ده، وبعديها بحقن بلازما ده عشان اضمن النتيجه بتاعتي على جنب لوحدي. عشان ايه؟ عشان لو حضرتك قصرت في اكلك او لو انت ضايقتي شويه ده كله ما ياثرليش، لان الشعر بيتاثر من النفسيه. خليني كده اقول ايه الحاجات التانيه اللي ممكن تسبب لي تساقط عشان توديني لمرحله الصلع. زي شباب كتير جدا بيكونوا عملوا حاجه اسمها فرد، او ان هما بيستخدموا دلوقتي سشوار كتير، او ان عملوا حاجات غلط كتير زي موضوع المواد الكيماويه الكاويه. ده كله ممكن يسبب لي يحرق بصيلات الشعر، ودي تبقى مرحله صعبه جدا في مرحله العلاج. لو لحقناها بنبدا ان احنا نعالجها، لو ما لحقناهاش بيكون حرق البصيلات ذات نفسها بتاعت زرع الشعر. عشان كده انا بنصح الناس ان هي ما تعملش الحاجات دي، واتجه لمكان متخصص ان هو يعمل لي الموضوع ده. طب لو انا بعاني من المشكله دي وانا شاب وبحب اعمل سشوار، طب اعمل بروتوكس عشان اقدر ان انا احافظ على شعري.
كمان فكرة البروتوكس ان هي بتحسني البصيلات اللي طالعة. يعني ايه؟ يعني عموما لما بنيجي نعمل فرد او بنعمل الحاجات دي بتبوظ الشعر او بتحرق البصيلة الشعر، فبتطلع لي الشعر اللي بعديها مجعد اكتر من الاول وبيكون خشن جدا. اما البروتوكس هو بيعالج الشعرية فبيطلع لي الشعر او الجديد احسن من اللي كان عليه، يعني احسن من الاول. حاجة تانية عايزة اتكلم فيها، لو انا عندي انيميا ده بيأثر لي وبيعمل لي تساقط في الشعر، وهنا لازم اعالج الانيميا. ولو التساقط كتير يبقى هحقن بلازما. هو فاهم الناس يعني ايه بلازما ويعني ايه معنى ان بلازما بتجيب نتيجة مع ناس ويعني ايه ما بتجيبش نتيجة مع ناس؟ عشان في ناس كتير بتيجي بتقولي طب انا يا دكتور ما انا جربت البلازما وما جابتش معايا نتيجة. لا، ما هي البلازما يا جماعة اول حاجة لازم بيتحط عليها مادة اسمها الاكتيفيتور، والاكتيفيتور ده من غيرها ما تشتغلش البلازما وما تجيبش نتيجة، تمام؟ طيب تاني حاجة وهي نسبة الصفائح الدموية اللي موجودة، ودي بتبان في صورة الدم. يعني دايما بعمل التحليل عشان اشوف نسبة الصفائح الدموية، لو هي قليلة يبقى هي مش هتجيب معاك نتيجة، لو هي كتيرة يبقى كويس وهتجيب نتيجة. حاجة بقى أخيرة ببص عليها وهي نسبة الهيموجلوبين. يعني ايه؟ يعني مثلا حد عنده أنيميا وبدات ان انا احقن له واديله بلازما، انا ما عنديش مشكله ان انا اسحب منه واديله بلازما، هو مش هياثر معاه في موضوع الانيميا، بس لازم في نفس الوقت اكون ماشيه معاه في علاج الانيميا. يعني ما ينفعش اسيب ان يكون عندي سبب من جوه وانا عماله اغذي من بره بس. ده حوار البلازما. البلازما كمان بتستخدم كمان في ايه؟ في تجميل الوجه عموما، لما بيكون عندي باهتين في لون البشرة، لما بكون عايزة أدي نضارة من غير ما أستخدم أي حاجة ارتفيشال أو أي حاجة من بره جسمي، لأن البلازما عبارة عن فيتامينات بس من الجسم ذات نفسه. طبعا هي بيتضاف عليها فيتامينز تانية بس بتبقى الرياكشن أو النتيجة بتاعتها حلوة قوي، بتكون مستمرية معايا. طيب في ناس بتقولي طب انا بشرتي مرهقه جدا، هل هي هتجيب نتيجه معايا بعد قد ايه؟ والله هي بتبدا تجيب نتيجه من اول شهر معايا، بس عشان تثبت معايا نتيجه باخد من 4 لـ6 جلسات. طيب دي حسب ايه؟ دي حسب طبعا الحاله اللي قدامي. يعني مثلا سي لو انا من النوع اللي بستخدم ميك اب يومي على وشي، ببدا ان انا اخدها كل شهر اوكي لمده 6 شهور، دي بتجيب نتيجه حلوه قوي، بتبدا ان هي تدي اضاءه لوشي وتعالج كمان التصبغات اللي موجوده وتقلل لي شهور التجاعيد. دي فكره البلازما كلها. عايزه اقول برضو لو عندي حاله تساقط خفيفه ما بحقنش خالص، بعمل بس بروتوكس، عشان هو البروتوكس فكرته ان البروتين بيوقف لي التساقط اللي موجود بلس فيتامينز عشان بيكون عندي نقص في الفيتامينز. عايزين برضو ما نظلمش الناس اللي هي ما عندهاش شعر خالص او خلاص راح عليهم موضوع البصيلات، وعايزين نتكلم عن موضوع زرع الشعر. امتى اقول انا ازرع وامتى اقول ان انا ما ازرعش؟ اول ما يكون عندي بصيلات انا ما ينفعش ان انا امد ايدي وازرع طول ما في بصيلات، لكن وانس ان هي راحت وخلاص ما بقاش عندي بصيلات، هنا هبدا ان انا افكر في موضوع الزرع، ولازم افكر فيه قبل ما يكون عندي كمان الشعر اللي ورا راح، لان انا باخد البصيلات دي وببدا ان انا ازرعها في المكان قدام. طبعا بيختلف من حد لحد، يعني لو عندي مساحه كبيره ببدا ان انا اعملها على مرحلتين، الفرق ما بينهم بيكون حوالي 6 شهور، لكن لو مرحله صغيره بتتعمل في جلسه واحده. طيب هي مدتها حوالي قد ايه؟ مدتها حوالي 6 ساعات، وبتختلف طبعا حسب الكميه اللي انا بزرعها. الحاجه الجديده اللي انا عايزه اكلمكم فيها هو موضوع الامبلانتر. والامبلانتر دي تقنيه حديثه جدا في موضوع زرع الشعر، وليها كذا ميزه هكلمكم عنها. مبدئيا هي وفرت لي وقت كبير جدا. تاني حاجه عملت لي كثافه عاليه ما بيعملهاش الاف يو اي او الاكتطاف لوحده، تمام؟ مشيت مع الشعرايه. يعني ايه مشيت مع الشعرايه؟ يعني لو انا بزرع في منطقه الجناب بقدر ان انا ازرع الشعر بالميل نفس ميول الشعرايه الموجوده، ده ما بيعملوش الاف يو اي. الحاجه الجديده اللي هتكلم عليها في زرع شعر هي تقنيه الامبلانتر او جهاز الامبلانتر، ودي تقنيه حديثه جدا لموضوع زرع الشعر. طب هو ايه الامبلانتر ده؟ الامبلانتر ده عباره عن جهاز او اله بتدبس الشعرايه جوه فروه الراس. طب ده هيعمل لي ايه؟ مبدئيا اداني كثافه عاليه جدا، ما بيدهنيش الاف يو اي لوحده، لان الاف يو اي عشان ان انا اعمل الكثافه دي هحتاج ان انا ازرع مره وبعدين ازرع مرحله ثانيه، ممكن كمان احتاج لثالثه عشان تديني الكثافه اللي هيدهني الامبلانتر من اول مره. طيب تاني حاجه قلل لي في عدد الساعات بتاع العمليه بتاعتي، من 6 ساعات ممكن نخليها لـ4 ساعات. طيب عمل لي ايه كمان؟ اداني حاجه ميزه حلوه قوي ما كانش بيدهني الاف يو اي. الميزه دي ان انا بمشي مع الشعرايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا بزرع او بزود مرحله او مكان الجناب،
فده بيبقى ماشي الشعريه بميله معينه او باتجاه معين. الامبلانتر بس هو اللي يقدر يعمل لي الموضوع ده. الاف يو اي ما بيقدرش ان هو يمشي مع ميل الشعريه. عشان كده بنات كتير من اللي هي بتعاني من هي بتكون عندها مشكله ان قريتها كبيره وبتكون خايفه ان هي تزرع، بتقول عشان الشكل الشعر بيبقى يا دكتور واخد اتجاه واحد. لا، الامبلانتر عالج لي الموضوع ده خالص وبيمشي مع الشعريه. الامبلانتر كمان بيعمل لي حاجه حلوه قوي، هي زرع الحواجب. وده طبعا ايه حاجه بتتمناها كل بنت دلوقتي، ان حواجبها تبقى سميكه، لانها هي دي الموضه زي ما احنا بنقول. زرع الحواجب ما بياخدش اكتر من 10 دقائق وحاجه مستمريه معايا طول العمر. يا رب تكونوا استفدتوا معايا من الحلقه النهارده، وقدرت افهمكم ايه الحاجات اللي احنا بنعملها صح وايه الحاجات اللي احنا بنعملها غلط. اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. كان معاكم دكتوره رندا الشافعي. We'll be right back.